محاصيل البن. مهندس موسى، يعني البن الخولاني سمعنا عنه مؤخرا، وينه؟ وايش تحتاجون فعلا من دعم حتى فعلا يكون في استثمار في هذا البن اللي جودته عاليه ويكون له انتشار اوسع؟ والله شجره البن الخولاني موجوده منذ القدم، ولكن لم تشتهر الا في الفتره الاخيره بعد ان وجهت الدوله حفظها الله انظارها الى هذه الشجره. والا في فيفا موجوده قبل اكثر من 400 سنه وما زالت زراعتها متوارثه الى اليوم، ولدينا اشجار معمره ومنتجه عمرها اكثر من 100 سنه. جميل. طيب ايش العقبات اللي تواجهكم يا عم محمد، يعني واللي تحد من انتشار زراعه البن عندكم في فيفا وغيرها؟ اولا من المشاكل تكلفه الانتاج المرتفعه، فجمع الثمار وتجفيفها هو اصعب مرحله في عمليه انتاج البن، ويتم جمعها حوالي 5 مرات لان الثمار لا تنتج دفعه واحده، وتتم تجفيفها بتعريضها لأشعة الشمس، ونضوجها يصادف فصل الشتاء، فتكون السماء ملبدة بالغيوم ولا تظهر الشمس إلا في أوقات بسيطة. نعم. فهذا يتعب المزارع ويكلفه، ولا يجيب لها مراوح ويجيب لها مكان طيب لتجفيفها. أنا إن شاء الله مهندس محمد، لعل إن شاء الله رتبه، إن شاء الله يكون لنا تقرير يعني في 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 المزارع عندكم مزارع البن، وتوصلون حتى صوتكم إن شاء الله في إيش تحتاجون من دعم وتحفيز حتى يكون في انتشار إن شاء الله زراعة البن في 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 فيفا وغيرها من المناطق المناسب فيها زراعة هذا المحصول. شكرا.